بارك فيك يا شيخ، ربي يبارك فيك. هذا هذا انت خليك على كذا على الرتم، هذا حلو مره يعني. انا كابن لي نصيحه، حاول تشتغل على مساحتك الصوتيه، لا تتجاوزها، وامكانياتك الصوتيه لما تشتغل عليها صح وتتمكن منها هذه قوتك طبعاً. احتاج هذا بعدين بعد ما تطلع وكذا وتشتغل على الموضوع بالشكل، وأنا اكتشفت المهم في متخصصين في الكلام هذا يساعدوك. هو أنا اكتشفتها هنا بإذن الله، الاستثمار هنا بعد. يا سلام، ما شاء الله ترى الولد ما شاء الله في علم الأصوات والله ما كان عندك في كوزي وجبتين يجنا مطعم بعد السنة مدق في السنة. والله يا سلطان أنا داخل ما يدري صوت ما حد يعني ما حد ممكن أقرأ ممكن بس علم لهم من اللي اكتشف الموهبة أكيد صاحب المواهب. بما أنك عطس طبعا أبو مساوى ما شاء الله عطسة فنان نغمة أتشو كيف عطسة فنان عطسة فنان أتشو بعض يقول أتشي على طبق على قرار لا وكمان فيصل من أجمل الناس اللي مثلا في الدويتو يفهمني بعدين نخمص على أي شيء نتكلم على الموية على المبخرة على أي حاجة. إيه لا شفتك. شوفوا يعني زي ما تقول حتى يعرف وين أوقف وين هو يبدأ. ترى إحنا كذا منطقتك زي كذا. والله ما شاء الله. هذا عندنا خلاص شربناه. إيه خلاص الله. أقول لأبو مساوى ما شاء الله دائما هو يعني أنت. أبو مساوى دائما هو اللي يصلي بنا ما شاء الله تبارك الله صلاة جميلة خشوع. فأبو مساوى ترى ما شاء الله تبارك الله. ليش انا احس فيك؟ لانه احنا ترى الوالد ما شاء الله ترى الوالد من حافظ كتاب الله وعنده اجازه في القران الكريم، واحنا كلنا تربينا. انا من يوم اول ابتدائي لين ما تخرجت كلها في تحفيظ القران، دراستي مدارس تحفيظ القران، واولادي كذلك ما شاء الله تبارك الله في الجامع كل عصر القران هذا شيء اساس. القران هو الاساس التاسيس اساس نفسك صح انطلق. نعم بس ما كان اتوقع يحفظ اكثر منكم اخوي كان اخوك كم عمره؟ ها؟ كم عمره؟ ها؟ كم عمره؟ كم عمره؟ أحشر؟ والله أنك خلاص مدام أنت أفضل أنت أفضل يا أبو فيصل. أقول أن القرآن زي ما قلت أنه هو أساس، يعني حتى سبحان الله طلاب تحفيظ القرآن يتميزون تلقاهم على الطلاب الثانيين، حتى في مستوى التعليم، حتى على مستوى حتى مثلا على مستوى الوظائف تلقى سبحان الله دائما حتى في القدرات، حتى في إحصائية القدرات أنه أكثر الطلاب متميزين في القدرات اللي هم حفظ كتابه. صحيح. 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 زي ما ذكرت ما شاء الله أولادك وأولاد أولادك ما شاء الله تبارك الله، يعني واضح قوة زي ما تقول قوة الشخصية قوة الكلام بسبب بعد الله عز وجل حفظ القرآن. القرآن سبحان الله الملكة حتى اللسان يعدل لك لسانك، نطق الحروف تطلع صحيح، حتى لما الواحد ينشد الإنشاد تطلع حروف واضحة. وبعدين مكان القلقلة، مكان المد، مكان المدود، الغنن، هذه كلها تساعدك حتى وانت تتكلم تتلاقي نفسك سبحان الله. القرآن يجعلك إنسان ثاني بين الناس. وبعطيك حاجة مثلا ما احنا تجينا في القرآن انت وعلم الأصوات، الحين كان نتكلم والعلم الأصوات، فسبحان الله توظيف علم الأصوات الرسول هو قال لنا اياها بطريق غير مباشر، بس ترى كثير ما انتبه فسرها بطريقة ثانية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن إيش ليس منا. بعضهم فهمها إيش قال إيش اللي يتغنى أغاني وش الكلام إيش ما. بعضها قال فهمت الله كم. لا الرسول عليه الصلاة إيش يقول من لم يتغنى بالقرآن ليس منا، يقصد بأن كل آية لها معنى، فأعطي الصوت اللي يناسب معنى الآية ويظهر معناها. يعني ال- 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 الواحد لما يكون يتذلل بين يدي الله تخيل لازم تجيب صوت التذلل الحزن الصبر. صح ولا لا؟ تجي عندك يتكلم عن الجنة لازم تكون فيها فرح، صوت فرايحي. النار والعياذ بالله خوف رعب، صح ولا لا؟ القصص حتى القصص في قصص وانت تسوي قصة لازم يكون صوتك مختلف يناسب القصة زي الحكواتي. صحيح. فهمت كيف؟ لما تجي جميل المعنى والله الفاتحة جميلة. طيب انا اعطيكم حاجة، اعطيكم حاجة مثال. تعرفون انتم الفاتحة الله الفاتحة الله سماها ايش بالسبع المثاني ولا لا؟ نعم. طب الله. تعرفون انه كل آية فيها معناها مختلف عن الثاني. المعنى تفسير. طب انا ليش انا اسردها بصوت واحد؟ اغلب طبعا القراء والائمة يجيك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
بصوت واحد. ما طبق نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن ليس منا. أعطيها، كان الرسول يفعل ذلك، وهو يقرأ كل آية يعطيها حقها، يعلمك يتكلم عن عظمة الله. كيف تبين؟ لازم يكون صوتك يبين عظمة الله، صح ولا لا؟ الرحمة، رحمة الله لازم تبينها. فتشوف أنت الحين، أنا بقرأ لكم طريقة الفاتحة، أبين لكم السبع ثانية كيف تطلع، وأنتوا راح تشعرون تحسون. جميل. لما نقول كذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسيتوا بالفرق؟ نعم. صحيح. حسيتوا بأنه كل آية تعطيها؟ صحيح. هو هذا اللي نبغاه في القرآن. ف يا ريت انه فعلا يكون عندنا من يدرس القرآن بطريقه. بعد لا تنسى، سبحان الله، ربنا خلقنا ايش؟ اصوات مختلفه، صح ولا لا؟ ترى قدرات. والله طلاب يجون عندي كذا، اقول اول شيء سمعني صوتك، اقول كيف سمع؟ اقول سولف معايا، سولف صوتك الطبيعي، اسمع شوف طبقه صوته، هل في صوته مثلا رخامه؟ شيء عنده فخامه، ها لاحظ انا شو اقول، حلاوة، طراوة، جمال. لاحظ أنت هذا، ترى معايا أنت، جمال، ها، مرونة، ها، بحة، مو كذا، أجش. عارفين الأجش؟ ترى الأجش يطلع منه شيء عجيب، بعض ما ينتبه. أنت بارك الله فيك، أنت بتجلس معايا وبعدين يطلع منك، بعدين بعد البرنامج، بعدين بعدين وبسلك لك. والله والله اذا اجتمعنا والله مش بساعدك. الله يطولك يعني معناه انت والله، لانه سبحان الله لازم، لا الله سبحانه خلقنا مختلفين، ولذلك يقول الله سبحانه ايش يقول لك؟ يقول لك ابحث، انت انا اعطيتك هذا الصوت، ابحث عن قدراته، ابحث عن قدراتك انت، مو بس في الصوت، حتى قدراتك كل شيء انت تبحث عنه. بعضهم سبحان الله إلين يموت وهو عنده جوهر مو داري عنها. صح كلامي ولا لا؟ قتل القدرات الصوتية. والله شوف.